طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة حول بهارات الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول لمادة اللغة العربية للصف الثالث الأساسي. سنتعرف في هذا الأسبوع على أهم المهارات التي سيتم إعطاؤها خلال هذا الأسبوع. سيتم التركيز في هذا الأسبوع على مهارة القراءة والكتابة ومهارة المحادثة من خلال التعبير. بالنسبة لمهارة القراءة، سيتم قراءة الملزمة التي تتحدث عن تكيف الحيوان والمرتبطة بالوحدة. أيضا سنقوم بمطالعة إضافية من خلال كتاب اللغة العربية لدرس من أنا، حيث سنقوم بتفصيل الدرس والتعرف على المفردات الجديدة ووضعها في جمل مفيدة. وبإمكان الطالب بعد التعرف على معانيها تشكيل فقرة بسيطة من هذه المفردات الجديدة ومن خلال الصور. أيضا سيتم في الأسبوع التركيز على القراءة، حيث ستقوم بالتركيز على قراءة القدوة، ومن ثم قراءة الطلاب المجيدين، ومن ثم قراءة باقي الطلاب. ستكون القراءة مجزأة بين الفقرات، الفقرة الأولى والثانية والثالثة، ومن ثم قراءة الدرس كامل. أيضا سيكون لدي هنا يا أحبائي تقييم للإملاء بعد التدرب على كتابة فقرة الإملاء وتحديد المعاني الجديدة في الفقرة الموجودة في كتيب الإملاء، ومن ثم كتابتها بعد قراءتها عدة مرات من قبل المعلمة وقبل الطلاب. سيتم تحديد يوم للإملاء، وعادة يكون يوم الخميس. سيقوم الطلاب بتدرب على الإملاء قبل إعطائها غيبا خلال الحصة ومراجعة بعض الكلمات الجديدة. بالنسبة لمهارة القراءة أيضا سيكون هناك مدة لا تتجاوز 10 دقائق من كل حصة للمطالعة وقراءة الفقرات والمطالعة الإضافية. سيتم هنا تدرب على القراءة والكتابة الإملائية، ويتم عمل تقييم للقراءة للطلاب، وسيتم تحديد يوم للقراءة سيرسل عبر إيميل. طلابي أحبائي، سيكون لدينا في هذا الأسبوع أيضا تعبير. سيقوم الطلاب بكتابة فقرة بسيطة عن موضوع التعبير التي سنتحدث عنه خلال الحصة، ومن ثم سيقوم الطالب بكتابة فقرة بسيطة ورسم صورة تتحدث عن هذا الموضوع.